تحية رياضية مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الـ AMB، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة دائما مع برنامج استاد الـ AMB. وللحديث حول ذلك وللنقاش أكثر حول واحد من أبرز وأهم اللاعبين اللبنانيين، من أفضل المهاجمين الذين يعرفون طريق المرمى، اللاعب نادي المبرة طارق العلي ولاعب المنتخب اللبناني السابق أو الحالي. بداية هيك في شوية التباس، هل طارق العلي لاعب المنتخب السابق أم الحالي؟ لاعب المنتخب اللي دائما موجود كلاعب منتخب، لا سابق ولا حالي، يعني دائما موجود كلاعب منتخب. نعم، يعني نبلش من اول نقطة. لما سمعنا بالاعلام انه حالتك انت رفضت انك تروح مع المنتخب بالبداية. لا، بداية انا اساسا كنت موجود بالمنتخب. وحلفني الحظ ولعبت معهم ماتش بنغلاديش، الحمد لله توفقت على ايام الكابتن ايميل. ايام الكابتن ايميل، وكان الحديث انه موجود، نحن عندنا سفر وعندنا التزام وعندنا وعندنا وعندنا. نعم. الحمد لله، يعني اول فتره تمرنت معه تمرينه، ثاني يوم يمكن اختلف الوضع شوي، يمكن صار في اختلاف انه موضوع سفر اللي هو مدته 15 يوم على الاقل. يعني وانا بناء على هاي الشغله انا خبرت الجهاز الفني ودور، يعني قدام اللاعبين مش انه لحاله، او قدام الجلسه للمدرب بالجلسه كنا قاعدين جلسه، يعني وانا خبرت ابلغته بالتحديد انك انت ما قدرت. قلت له انا ما بقدر سافر سفر يعني وقت طويل، ما بقدر سافر. شو كان جوابه لتيو بوكيرا؟ هلا بالجلسه كان انه اللي ما بيقدر يسافر ما يكون مع المنتخب. نعم. اوكي، وانتهى الموضوع هون وانا ما فليت. يعني لما قلت له انت انه انا ما بقدر اسافر مع المنتخب، هو شو كيف رده؟ كان انه تفهم او قال لك انه مثلا ممكن نستعين فيك بالمباريات اللي حتصير ببيروت؟ هلا بالفتره اللي هو كان عم يحكي فيها. نعم. بالجلسه قال لي مش قادر، خلص ما يكون مع المنتخب. يعني رجعت انا نطرته، يعني لخلص التمرين ضليتني قاعد، لا ما فليت، لا خلص التمرين. بس خلص التمرين هو رايح على السياره، رحت لعنده تحدثت عنه وياه، قلت له انه انا حابب اكون مع المنتخب كظروف بنفس اليوم. نفس اليوم. نعم. بنفس اليوم انا نطرته لخلص التمرين. نعم. قلت له انا انه حابب اكون مع المنتخب. رد هو علي كمان قال لي انا حابب كثير انت تكون مع المنتخب لانه عندك بنيه جسديه منيحه. هالحكي يعني اللي حكيه، وانه مع انه بالعلم هو مش شايفني يعني انا عم بلعب. المهم قلت له اوكي انا في طريقه انه خليني اتمرن معك انا بالمنتخب وما تستبعدني، مش ضروري يكون انا مثلا من المفضلين عندك، يعني اذا عندك تشكيله عندك شيء تشكيلتك انت موجوده، بس بالحد الادنى خليني اتمرن معك ولا سمح الله يعني يكون بجو المنتخب اللبناني. قلت له يمكن يوم تحتاجني، اذا احتجتني بكون جاهز، فرق انه انا بكون بعيد عن المنتخب. هو قبل وقال لي خلص وافق وقال لي تعا التمرين. ثاني يوم انا رحت على التمرين عادي، يعني تمرنت وكل شيء والجو كان حلو وجو في المنتخب وفي شيء عم يتغير يعني بالمنتخب. حلو. تمرنا وفليت على البيت مبسوط انه انا بعدني موجود بالمنتخب. بيجيني اتصال احد الاداريين بالاتحاد انه انت جيت على المنتخب تمرنت على اي اساس؟ قلت له انا والله من الاتحاد، من عضو بالاتحاد. المهم قلت له انا اوكي، حكيت مع المدرب وبناء على التفاهم اللي صار بيناتنا انه انا بنزل بتمرن. صح. قال لي يعني انت قادر تسافر؟ قلت له ما في كذب عليك، يعني قبل ما كنت قادر سافر وهلا مش قادر سافر. قال لي لا انا بفضل خلص تقعد بالبيت. يعني ما هو هذا العضو فينا نقول يعني اقوى من كلمته، اقوى من المدرب. والله يعني مش عارف، ما في احكم من عندي يعني. طيب، من بعد تيبو كير بمداخل مع زميلنا العزيز سامي جوي اللي قدم ببرنامج كل الرياضه، قال تيبو كير انه هو كان مستعد، قال لك انه يعطيك كاش ماني ويقول لك انه يدفع لك كل الخسائر ممكن انت تتكبدها جراء انك تسافر مع المنتخب. هل هالشيء لا صحيح؟ ابدا مش مزبوط، ابدا مش صحيح ابدا. انا الحديث اللي صار حكيته بعد هيك، انا ما حكيت معه يعني ولا جاب لي سيري. انا ايه شفته كذا مره بالملعب عندنا ولا جاب لي موضوع يعني، كان بس سلام. بلقاءاتكم شو كان يقول لك؟ بس سلام. يمكن من النقطة لآخر نقطة اللي هي قبل أيام من استدعائك، بنعرف تعور محمد باكر يونس، طلع بالإعلام إنه حضرتك راح تكون البديل له، شو اللي صار بالتحديد؟ اتصلوا فيك وحتى يمكن زملاء ببرنامج جول كانوا عم بيقولوا إنه أنت رايح وأنت عملت مداخلة وضحت هذا الأمر، بلكي بتوضح أكثر شو اللي صار؟ والله يا ريت كان مزبوط هالحديث إنه استدعوني. ما حدا اتصل. أنا كنت أتمنى، أنا صراحة كنت أتمنى يعني قبل، أوكي قبل ظروف شغلي تمنعني. من بعد انت افهمته للمدرب انك انت شغلك بطريقه مش مباشره صراحه لانه ما شفت. نعم. انا بس وصلت له رساله انك انت وصلت له اكثر من رساله، ومن بعد مباراه الكويت مباشره ثاني يوم كان عندنا، بتعرف يعني المدرب مساعد المدرب. نعم. هو مدربنا. نعم. يعني كان الاتصال هو المدرب الكابتن اسامه الصقر، وصار انه في حكي بيناتنا انه بتقدر تسافر ما بتقدر تسافر. قلت له انا والله حلمي يعني.
انه نحن وصلنا لمرحله يمكن ليش غلط يعني يمكن نحن نقدر نتاهل لكاس العالم، هذا حلم حيالله لعب يعني بتأكيد. انا معقول اتفرج على اللعيبه لعيبه منتخب بلدي بكاس العالم وانا مش موجود؟ نعم عرفت بالتاكيد. ونحن يمكن سبب حضور الكابتن طارق اليوم لما انا يمكن شخصيا لما بعرف قديش امكانياتك، ولما امبارح تحديدا طارق العالي موجود على مقاعد البدلاء بنادي المباراه، نادي المباراه متاخر 2-1 نزل الكابتن طارق العلي والكل اللي كانوا عم يحضروا شافوا شو التغيرات. يعني انت اكيد كان ممكن تكون ورقه رابحه للمنتخب اللبناني لها سبب، نحن مننا يمكن عم نوضع مثل ما بيقولوا هلا عصي بدواليب المنتخب، نحن عم نحكي انه في عندنا لاعب من افضل المهاجمين ليش بده يكون بكامل عافيته يكون موجود. هلا النقطه اللي صارت طارق انه قالوا انه انت بعثوا لك انه استدعاء وانت كنت مصاب. ابدا مش مزبوط، وهالحديث فيه اكده مدير النادي او بالاحرى نادي المباراه فيني اكده، لان الاستدعاء ما بيجي لإلي على بيتي، المفروض يروح على النادي، النادي ببلغني. حلو هيك مفروض يصير. انا هذه الاصول يلي المفروض يعمل فيها يعني المفروض هيك يعني لحد امبارح يعني بالملعب بارض الملعب انا وقاعد الاحتياط انه عم نتحدث هيك، انا عم بسالهم انه وصلكم استدعاء على شو اسمه على النادي؟ قال لا، اللي وصل هو انه كان منظم مباراه نهار الثلاثاء بين منتخب لبنان الاولمبي ومنتخب لبنان الاول، واسمي موجود مع المنتخب الاولمبي. هلا انا كلاعب بدي افهمها انه اخذني بده يجربني مع المنتخب الاولمبي اذا بيستدعيني للاول. انا كنت عايش على حلم انه انا مسافر مع المنتخب من بعد ماتش الكويت مباشره ثاني يوم، عايش على حلم انه انا مسافر مع المنتخب وحكون مع المنتخب قبل بيوم، انه قبل يوم المباراه اللي هو كان مقرر نهار الثلاثاء الاثنين، بعرف انه مش رايح. بينزل التعميم يمكن الاربعاء يمكن كان عندهم اجتماع، بينزل التعميم انا ماني رايح. طب كيف؟ انا زبطت اموري كلها وعملت انا ظبطت انه مسافر شغلك على اساس انك انت مسافر، فجاه بيجي طارق العالي منه موجود. هلا الزعل موجود لانه انا مش موجود بالمنتخب، الزعل الاكبر انه انتم ليش وعدتوني وخليتوني يعني زبط اموري واخر شيء ماني رايح. حس حالك انك ظلمت؟ ظلمت؟ لا، بهيك منتخب بحاجه الي. نعم بحاجه الي يعني ما فيني احس حالك انك ظلمت على الصعيد الشخصي حتى تقضي الصعيد الشخصي لبنان للمنتخب. الصعيد الشخصي ما بعتقد انا حدا ظلمني، بس كمنتخب لبنان اكيد ظلم. تعتبر انه طيب بقدر اقدم يعني لو 1% بقدر، انا بحس حالي بقدر اقدم لمنتخب لبنان ان شاء الله 1%.